متابعينا، يعني اليوم الخبر على العروس الصاعقة. لأنهم وصلهم خبر نسأل الله اللهم عبدها خيرا من ظهرها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها، وأدخلها الجنة وأعزها من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم اغفر لها وارحمها وتجاوز عنها واعتقها من النار. اللهم ادخلها الفردوس الأعلى بلا سابقة عذاب ولا حساب. اللهم ارض عنها يا أرحم الراحمين. اللهم إن كانت من المحسنين فزد في حسناتها، وإن كانت من المسيئين فتجاوز عن سيئاتها. اللهم ارزقها لذة النظر إلى وجهك يوم القيامة. اللهم إنها عبدتك ابنة عبدك تحتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابها، فارحمها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أطعمها من الجنة واسقها من الجنة وقل لها ادخلي من أي باب تشاء. اللهم ظلها تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باقي إلا وجهك. اللهم بيض وجهها يوم تبيض الوجوه وتسود وجوه. اللهم وثبت قدمها يوم تزل فيها الأقدام. اللهم اسقها من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا يزمع بعدها وتزمع بعدها. اللهم ابني لها بيتا في الجنة واجعل ملتقانا بهم هناك. اللهم ارحمها واغفر لها وانظر لها بعين لطفك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم روحا صعدت إليك ولم يعد بيننا وبينها إلا الدعاء، واغفر لنا ولها يا الله. يعني متابعينا، بنكرر لحضراتكم حزن شديد الخيم على قرية الشواكة بمحافظة الشرقية بعد وصول خبر يعني من المنتظر أن يقام حفل زفافها اليوم بمحافظة السويس. فقيلة شباب قرية الشواكة بمركز الاستشفاء بمحافظة بعد أن كان من المنتظر أن يقام حفل زفافها اليوم بمحافظة السويس، ألا أن بعد أن كان البيت تملأه البهجة والزغاريت والفرحة ليأتي خبر وفاة العروسة وإصابة العريس. ندعو الله له بالشفاء العاجل والآن بالعناية المركزة. يعني اليوم خبر الصاعقة وصل لأهل العروس وتبدل الفرح إلى مأتم وتعالت الأصوات والصراخات. متابعينا، يعني اليوم أهل العروسة المتوفية عروس الجنة فقيدة شباب مركز الحسينية كان الجميع يشهد لها بحسن الخلق. حفل زفافها واليوم كانت ستزف إلى بيت زوجها. لياليها اللهم أسألك بكل اسم هو لك سميت بها نفسك بأن تغفر لها وأن تجعل لقاءنا بها في الجنة. اللهم إنها في ضيافتك، فهل جزاء الضيف إلا الإكرام والإحسان، فأنت أهل الجود والكرم. اللهم استقبلها خالية من الذنوب والخطايا، واستقبلها بمحض رحمتك وعفوك، وأنت راض عنها غير غضبان عليها برحمتك يا أرحم الراحمين، واجعل قبرها روضة من رياض الجنة. اللهم ارحم أمواتنا واغسلهم من الخطايا واغفر لهم ونوفقهم. الأخير. الحسينية الآن أسألكم لها بالرحمة والمغفرة. اللهم ارحم أمواتنا تنتظرون منا الدعاء، واغفر لهم ونور قبورهم واجعل قبورهم بردا وسلاما. اللهم انس موتانا في وحدتهم وفي وحشتهم وفي غربتهم، وافرج قبورهم من فراش الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افسح لها في قبرها مد بصرها. اللهم آمين يا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. عثمان عروسة الجنة تشيع جنازتها لا نسواها الأخير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.